كده شغال؟ شغالة كده مروة؟ مسيحيين around the world ما حصل لهمش استعداد، الكنيسة مش مستعدة، هي دي المشكلة. كلنا عايشين في حالة حلوة، يعني كل واحد مع ربنا على مستوى الروحي بتاعه، لكن الكنيسة مش عاملنا مستعدين لمجيء الرب التاني. مجيء الرب ممكن يجي بعد قد ايه يا مارو؟ اي لحظة. في اي لحظة. بيقول في لحظة في طرفة عين هيكون المسيح جاي على السحاب، ولاده مستعدين بس هيتخطفوا. الاموات هيجوا اولا، هيقوموا اولا، والاحياء اللي لسه ما ماتوش هينخطفوا في غمضة عين. لكن في حاجات احداث كتير هتحصل قبل الكلام دوت. المسيح يتكلم عنها في النبوات والعهد القديم. جوزك هيجي؟ فلان احنا مش مستعدين. اكتر حاجه حزنتني لما حصل كورونا دوت وقفلت اتس اراوند ذا وورلد، اتس جاست اول مره يحصل اتحاد عالمي، رول واحده كل الناس طبقتها، مفيش هزار. فاللي حصل ده مش حكايه الفيروس ولا ما اعرفش ايه، ده كلام فاضي الفيروس ده، لكنه قانون اتحط عالمي. كل الناس لما يحصل اي حاجه قانون في العالم كل الناس يعكسوا بعض، المانيا تعاكس امريكا، روسيا تعاكس ما اعرفش ايه، ده نيفر عمرهم ما يتحدوا على حاجه كده. ليش شنو خلاهم يتحدوا؟ دلوقتي كلهم متحدين، اقفل نفسك في البيت واحبس نفسك وحط الماسك وما اعرفش ايه. القانون زي قانون دولي موجود في العالم كله، كل واحد لازم يطيعه مهما كان هو مين ولا جاي منين. وفين الكنيسه من كده؟ ما اعرفش. فين الكنيسه مستعده لايه؟ ما اعرفش. ما خليتش عيالها مستعدين. اللي هيخلينا مستعدين هي حاجه واحده، ان احنا نكون بنقرا في الكتاب ونبقى عارفين النبوات. من الاسبوع اللي فات جوزي وراني فيديو، قال لي مش هوريه لك هتقعدي تحكي عنه. قلت له وريهوني، بعته لي. حاجه مخيفه هتحصل او حاصله اوريدي اراوند العالم العربي واسرائيل والكلام ده. طبعا احنا ما عندناش فكره عنها لانها حاصله بقى لها فتره كتير، لكن احنا عايزين نركز على بتوع العراق وبتوع سوريا وبتوع مصر، لان هم دول اولاد ربنا اللي هيطلعهم وعامل بيهم نبوات كتيره قوي في العهد القديم وبيتكلم عنهم، دول شعبه اللي بيطلعهم. فبيقول العراقيين في العياده بحزانه كساره زعلانين، اللي كان محامي واللي كان بتاع ذهب واللي كان معرفش عنده بيته ايه جاي زعلانين. انت زعلان ليه؟ انت مش عارف. هقرا لكم الحته دي، يعني يمكن ما نقراش حاجات اللي انا محضراه، لكن هقرا حاجه زي ما ربنا عايزنا نقول. لما نفتح في سفر الرؤيا اللي هو اخر اصحاح في الكتاب المقدس. لا اقراي لي انت محضرتها بتلاقيني. ها؟ اقراي لي انت محضرتها اللي انت حضرتينه. Doesn't matter، ربنا هيكلمنا اللي هو عايزه. اوكي. Alright، هو عايزني اتكلم على كده هتكلم على حاجه ثانيه. اوكي. فانا كنت بقرا معاهم الحته دي هي بتاعه سقوط بابل، وحتى بقراها مع المسلمين. فسنس ان احنا يعني عراقيين كلنا قاعدين هنا نقرا الحته دي، بيكوز دي نبوه اتكتبت من يوحنا من 2000 سنه، ونبوه معزيه جدا. هو بيقرا بيقول ايه؟ عايزه تقري؟ يا اقري. ثم بعد هذا رايت ملاكا اخر نازل من السماء له سلطان عظيم، واستدارت الارض من بهائه، صرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشياطين. مسكنا للشياطين. ايه؟ ها كملي. ومحرسا لكل روح نجس. ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. كل محرسا لكل طائر نجس وممقوت. ده العراق. ده العراق الرب بيتكلم عنه. وبعدين لانه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الامم. ايه هو بقى خمر زناها؟ ده البترول بتاع العراق، الغنى بتاعها. لانه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الامم وملوك الارض. زنوا معها وتجار الارض استغنوا من وفرة نعيمها. ده البترول بتاع العراق غنى الارض كلها، صح؟ صح الكلام ده؟ ركزي معايا لان الكلام ده لو فاتك مش هعيده. وبعدين ايه بقى؟ صوت تاني. سمعت صوتا اخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تاخذوا من ضرباتها.
ملاك التاني قال ايه؟ اطلعوا اخرجوا منها يا شعب. هي دي النبوة اللي حصل في أيامنا دي، كتبها يوحنا البشير، يوحنا الرسول حبيب الرب من 2000 سنة وشوية. خرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها وألا تأخذوا من ضرباتها، يعني العراق جاي عليها ضربات الرب بيطلع شعبه منها. بابل دي العراق طبعا ما فيهاش هزار، دي مش القاهرة ولا سوريا ولا لا دفنت. الكتاب المقدس في كل بلد لها نبوة، كل بلد عليها حاجة ربنا قال على مصر وعلى سوريا، كل بلد مكتوب عليها نبوة، والشاطر اللي يعرف يلاقي النبوة اللي تخص بلده أو تخص. فدي نبوة واضحة قوي، والآن خطاياها لحقت السماء. كملي حبيبي. وتذكر الله، تذكر الله أثامها، جازوها كما هي أيضا جازتكم، وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها في كأس التي مزجت فيها، أمزجوا لها ضعفا بقدر ما مجد نفسها وتنعمت، بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. كفاية إبو يقرأ بقية النبوة بعدين. بس لما أنا بقرأ النبوة دي هي مع مسلمين، عندي واحد راجل مسلم إيده مقطوعة وصباعينه مقطوعين الناحية التانية، بقول له أنت ربنا خرجك، أنت من شعبه طلعك، ماشي طلع من العيادة، رافع إيده وبيشكر ربنا، ياخد مني الإنجيل ويطلع بفرحان بيقرأ كلام ربنا، أنت نجاك، it doesn't matter لو أنت مسلم ربنا هيدعيه إن هيز واي وطلعه ونجاك. فكل اللي احنا بنعمله ان احنا نصلي لاحبائنا اللي في العراق ان ربنا ينجيهم، بيكوز في خطه ربنا كبيره على انه بينجي اولاده. اشمعنا العراق واشمعنا سوريا؟ دي قصه كبيره. خلينا طبعا اعرفهم. امال ايه؟ شنو هي هاي القصه؟ عايزه تعرفيها؟ طيب. في سفر الملوك الثاني، ملوك 2 اصحاح 17 عدد 23 نفتحها حتى، ممكن نفتحها كل واحد فيكم يقدر ينزل البروجرام ده، واذا بتحبي تقري الكتاب المقدس اسمه اي سورد، يعني الكترونيك سورد. انا هات ريد بالكتاب ده بيجمع لك كل حاجه. بصي اول ما بتقومي دايسه على الايه كده يعني يجيب لك ريفرنسز ليها وتقريها، وبعدين عايزه تنقليها بتقومي دايسه مثلا كده، يعني بيساعدك، وبعدين بتقريها بالانجليزي بتقريها بلغه ثانيه، يقوم ناقل لك الايه نفسها كوبي. ده اللي عايز يحب يقرا لقيته لك هنا، تيجي هنا كنترول اول وبيست وتاخديها في اي حته ثانيه. فده الكترونيك سول ده، شفت حد حاطه واتجننت عليه على طول، رحت منزلاه وساعدني خالص لانه بيلم. تبصي تلاقي الريفرنس كلمك في ايه هنا من هنا، لا الموضوع معاكي كبر. فانت عايزه تعرفي الحكايه دي، مع ان ده يعني موضوع كبير ومش عايزاكم تزعلوا مني عليه، لكن الموضوع بيقول ايه يا ستي؟ الشعب بتاع اسرائيل اجا، احنا قلنا فين؟ ملوك، لسه ما جيناش ملوك. ملوك الاول، ملوك الثاني اصحاح 17 احكي لكم القصه وانتوا بقروها بعدين. شعب الله اتقسم، كان كلها مملكه واحده في ايام داود. بعد ايام داود اجا ابنه سليمان، معاش كما يرضي ربنا، فالمملكه اتقسمت مش في وقته، ربنا اتجوز جوازات وعبد عبادات وحشه وما اعرفش ايه، فربنا زعل، فبدل ما يجيب العقاب عليه جاب قال له العقاب في ايام ابنك. فالمملكه انشقت شمال فوق وجنوب تحت، قسموا الاثنين عشان ربنا بيحب داود، خلى اثنين سبت ونص تبع داود، والبقيه العشر اسباط انفصلوا، بقت مملكه الشمال ومملكه الجنوب. واللي مش فاهم الحته دي عمره ما هيقرا العهد القديم ويفهم حاجه. عمرك ما هتفهميها الحته دي، انه يقول لك اسرائيل وبعدين يرجع يقول يهوذا. طب انت بتعيد الحاجه ليه؟ يهوذا هم السبتين اللي قعدوا تبع داود عشان الله امين، والعشر اصباط اللي هم راحوا وتاهوا في الارض اللي هم معظمهم هنتكلم عنهم دلوقتي. فتاهوا ازاي بقى؟ لما اتفصلت المملكه العشر اصباط ما كانوش كويسين، السبتين معاهم الهيكل معاهم التوراه اللي هي كلمه الله، وكانوا عندهم الكهنوت واللويين، فكانوا ماسكين اكتر في النظام الديني وكده.
لكنهم ما كانوش احسن بكتير. العشر اصباط بقى تاهوا وعملوا ان هم يعتبروا السامره، ازاي السامره واليهوديه بينفصلوا عن بعض السامره. فدول عاشوا بقى حياه كلها عالميه واندمجوا مع شعوب الارض، اتجوزوا منهم. ما تيجي تقعدي هنا عشان اشوفك. لا هبعتك تروحي 10 ساعات تاني. لا لا اقعدي خلاص. تعال. فلما اتقسم، لا بس الكلام ده بس مش هتلاقيه في حته، مش هتسمعيه في حته لو ما فهمتيهوش. المملكه لما اتقسمت ما عجبتيش المملكه؟ لا لا عجبتيش. لما المملكه اتقسمت العشر اسباط دول بقوا من السامره، عملوا خطايا، بقوا يعبدوا الاوثان مع الشعوب بتاعتهم واندمجوا بيهم اندماج وحش. زي ما تقولي انت جيتي مثلا انا من العراق واندمجتي مع الاسترال في حياتهم اللي هي مليانه خطيه او كده، اندمجوا بالكامل ونسوا الالهه، نسوا الله وبقوا يعبدوا عبادات وحشه. فاجوا الانبياء ارميا وما اعرفش ارميا وكل الناس بتوع العهد الفتره دي ابتدوا يحذروهم، واشعيا ارجعوا ارجعوا ارجعوا. ما سمعوش كلام ربنا، فرح ضرب المملكة. حصل إجاء ملك من سنحريب، ده مين؟ من أشور. طبعا أنا مش عارفة زيكم مين أشور بالظبط، من كنتوا يمكن الكلام ده تفهموا يا في العراق، بس في سوريا برضو. ايه اه بس ما عرفش ايه بالظبط. المهم ملك سنحريب ده جه وراح ضرب الحتة دي كلها، وراح واخد ايه السامرة وبتاع، عمل حاجة خطيرة هي. وأتى ملك أشور لقوم من بابل. لا. يا ده في قبلها بقى، يبقى الحتة اللي قبلها. حتى لما رب إسرائيل صنحاريب من العراق، سيبوا اقروها هنا، يبقى أشور دي بعدين. فإجا راح أخد عمل عملية خطيرة جدا، أخد الناس بتوع السامرة اللي هم العشر أصباط، إحنا قلنا تقسم المملكة لشمال وجنوب، أخدهم وراحوا عمل لهم ديبورت، يعني نقلهم خالص. زمان كنا أخدت الناس بتوع العراق وجبتهم في استراليا هنا، يبقى الناس اللي هنا دول استرال؟ لا دول عراقيين صح؟ نقلهم، نقل بتوع السامره وداهم فين؟ في اشور، وجاب بتوع اشور نقلهم في السامره. يبقى اصل ولاد ربنا مين؟ اللي كانوا في السامره واتنقلوا راحوا ايه اشور. كتاب بيقول انهم مرجوا اصبعت. حتى نحى الرب اسرائيل من امامه كما تكلم على يد جميع عبيده والانبياء. فسابيا اسرائيل هنا يعني العشر اصباط، مره اسرائيل ككل ال 12 سبت، بس مره بيقصد بيها العشر اصباط بات من ارضيه الى اشور الى هذا اليوم. لما انا قريت النبوه دي اول مره ما حدش حكى لي عنها، قلت الى هذا اليوم، الكتاب المقدس مش هيكتب كلمه زي كده ملهاش معنى. الى هذا اليوم يعني الى هذا اليوم النهارده صح؟ يعني الاصباط الى هسه هم بالعراق. لا اسمعيني بس، لما قال إلى هذا اليوم يبقى ربنا نقل الناس دول بتوع السامرة اللي هم العشر أصباط من اليهود، اتنقلوا إلى أشور إلى هذا اليوم. يبقى الأوريجينال عشر أصباط اللي في أشور دول يهود، دول ما هماش عراقيين ولا حاجة، جاب العراقيين قصدي الأشوريين ونقلهم في السامرة، عمل ترانسفير دول هنا ودول هنا. طبعا احنا مع الاحتلالات اللي عشناها في بلادنا ومعرفش ايه كراهيتنا لليهود والكلام ده كله، حدش فينا عنده اي فكره عن الكلام ده خالص، وحتى اذا حد قاله لنا فاصلا يعني بتوع اشور دول هم العشر اصباط اليهود الاصليين. عجبكم الكلام ده ولا يخوفكم؟ ادم انا اعرفها يعني قصدي كيف تقولي ان بالعراق كانوا يهود بالاصل، هم دول الاصل ولاد ابراهيم كتير في العراق. ايوه وفي منهم ايشا وميشا ومعرفش كل الاسامي اللي هم بيسموها. اما رحت العياده دي في الاول كنت خايفه قوي اروحها، بيكوز مش عايزه اروح عند مجتمع اسلامي سوري، يعني يقعدوا عندي عياده بانكستاون ثانيه. لكن لما جيت هنا اهو كان ربنا عدني ان انا اخدم اولاده، ولما شفت او ماي جاد وراني الكلام ده قبل ما اروح، كنت رايحه وانا قلبي مهيئ اخدم ولاد ربنا الاصليين. فدول العشر اصباط اللي اتنقلوا من انتوا ابتديتوا في الكلام الكبير مره واحده، ماليش دعوه انا كنت هخش شويه شويه، لكن اولاد ربنا العشر اصباط اللي هم اولاد ابراهيم الاصليين راحوا على اشور. طب ايه اللي حصل بقى في العراق بعد كده؟ السبتين التانيين قعدوا مشوا في الخطيه بتاعتهم هي زي اجوا الانبياء قعدوا يدوهم تحذيرات، ارجعوا سيبوا
عبادة الأوثان، الزنا، مش عارفة إيه الكلام. لما ربنا بيقول يزن زنا doesn't mean إن هما بيزنوا فيزيكال، يعني بيعملوا، لا، يزنوا يعني يشوفوا آلهة غيره، يحبوا حد تاني معاه. دي الكلمة بتاعت زنا المقصودة، الزنا الروحي يعني. كملوا في نفس السكة، فإيه اللي حصل؟ بوم، نفس النبوات جت اتقلبت بقى، أورشليم كلها بقى، ما دي السامرة وأورشليم جنب بعض، اتقلبت الهيكل، اتدمر بتاع نبوخذ نصر من العراق، أخذ الهيكل كله بكل مقتنياته، بكل الناس اللي فيه، بكل البلد، ودمر الدنيا وقتل الحاجة. كان يهددهم، ويشغلون من الهيكل وينطون فلوس نبوخذ نصر. إلا حكى هذا، قلت لك أنا، قلت لك أنت أسمعها. أخذ الناس اللي هم عندهم رويال بلاد، اللي هم من دم ملوكي، وأخذ الإليت اللي هم الناس الكويسين قوي اللي في البلد، أخذهم عنده في بابل نبوخذ نصر. فتلاقي في العراقيين هناك ناس سوبر، ناس كويسين قوي، الإليت. تقولي لي جبتش الكلام ده غير إن لما تكملي بقى الإصحاح 24 و25، كملي آخر حتة دي، وفيها كروس ريفرنس ليها في الكرونيكا اللي هو خروج الأيام، هتلاقي القصة دي بتتعاد برضو تاني، متقالة في الكتاب مرتين. الناس بقى العراقيين اللي هم بتوع يهوذا، اللي معاهم البايبل، معاهم مش البايبل، التوراة في الوقت ده، ومعاهم الهيكل والكلام ده، أخذهم وداهم، أخذ دانيال، عارفين قصة دانيال والفتية؟ دانيال والفتية دول أولاد ربنا جدا، وكانوا عندهم مسحة غير عادية، وعارفين قصصهم إزاي، كانوا بيعرفوا حاجات مفيش حد تاني بيعرفها. فدول راحوا فين؟ العراق. دول راحوا أشور العشر أسباط، والسبتين اللي هم السوبيريور راحوا في العراق. فأنتوا عندكم بلاد لاين عالي قوي في العراق. إيش بقيت يعني 12 صاروا بالعراق؟ لا، أشور العشر أسباط، وفي بابل بالذات راحوا السبتين، وبقوا شوية غلابة. لما تقري في آخر الإصحاح اللي هو 25 غلابة حرام اللي قعدوا في البلد، هربوا راحوا على مصر. فأدي القصة، سوريا والعراق ومصر. فاحنا أخذنا الغلابة اللي قاعدين كانوا في البلد، انتوا أخذتوا الناس السوبيريور، والسوريين أخذوا، أو أشور بقى هي سوريا، هي سوريا والعراق. أظن الكلام ده متكتب في الكتاب المقدس، العشر أصوات راحوا أشور، سوريا والعراق، والسبتين راحوا بابل، يعني بغداد، يعني العراق، لا بابل هي العراق. وبقى حبة منهم غريبا هم الصعايدة اللي راحوا على مصر، فأولاد ربنا توزعوا كده وابتدوا ينتشروا، وهما سابوا معظم الارتباط بتاعهم الديني، إلا بتوع اللي هم السبتين دول، اللي هم عندكم دول. إجا بعد كده أيام ربنا عطى، يقولك نبه روح كورش. كورش ده كان ملك وثني من إيران. إيران جت مسكت البلد بعد ما نبوخذ نصر، ولما جت أخذت، ربنا نبهه إنه يرجع يبني أورشليم تاني. عايزة يكون ده متسجل، بيسجل؟ دقيقة 18. طب كويس، بس مش بحب اعيد الكلام ده. ممكن تبعتي لي انا هذا التسجيل؟ ممكن، بس ما اعرفش يعني على واتساب ولا ايه، نشوف. طيب حاضر. فاللي حصل بقى ايه، انه قال لهم ارجعوا عشان الله يبارك الملك وولاده، ارجعوا ابنوا الهيكل من جديد، وعطى الامر الملكي دوت ان هو يبني اورشليم من جديد ويبني الهيكل، وكل واحد عايز يجمع فلوس ويعطي عطايا لله بتاع السماء يعمل كده. فناس بقى رجعوا، لما تقروا سفر نحاميا وسفر عزرا، ونحاميا بيتكلم على بناء الهيكل، المقاومه بتاعته ازاي والكلام ده كله، ناس كتير بقى رجعت ورجعوهم بنوا الهيكل تاني، ورجعت العباده في اورشليم مره تانيه. فكتير منهم رجعوا، لكن كتير منهم ما رجعوش. دول كانوا اللي هم الاصباط اللي عندهم الكهنوت وعندهم اللويين اللي بيعملوا الذبايح وكل ده، رجعوا. اللي تاهوا بقى في الارض وما رجعوش الى هذا اليوم التانيين دول. اليهود فاهمين الكلام ده كويس قوي، ان الارض مش ممكن هترجع الا لما ال 12 سبت يكونوا مع بعض، عشان كده هم فاتحين الدنيا كلها، تعالى تعالى، وبيعملوا دي ان ايه لكل حد، يعني كلام كبير. الا انه اليهود اللي موجودين بقى في اللي واخدين العالم وماسكين السياسه العالميه
الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيسميهم مرتين، سفر الرؤيا 2 وسفر الرؤيا 3، قال عليهم الكلمة دي مرتين. اليهود الذين هم ليس يهود بل عندهم معبد الشيطان. شوفيها كده، اللي مسيطرين على العالم. على العالم. منين دول بقى؟ شلون؟ عندي هاي آخر شيء. اليهود الذين ليس هم يهود. أصل أنا كمبيوتر جديد فالكلام مش من. هتلاقيها هنا هو. سفر الرؤية 2 و3. شيخ قولي سفر الرؤية 2 و3. الكلمة دي بتكلم على اليهود الذين هم. لما قريت الآية دي عمري ما فهمت إيه معناتها، إيه هم اليهود اللي مش يهود؟ أنا فاكرة اليهود عندهم مناخير معينة ولا عندهم some blood فيهم حاجة ربنا بيحبه قوي كده. أنا I didn't know إن إحنا ممكن يهود more than them وإحنا مش عارفين. It's not like إنه يعني دول الأصليين اللي هم اللي جايين descendant blood من إبراهيم نفسه. فاللي حصل بقى في حتة اسمها أشكنيزة، دي هي موجودة فين؟ عند تركيا، عند أرمينيا وراشا. حتة دي دخلوا on the 8th generation بقوا يهود اتهودوا. كان عبد الناصر دايما يقول ايه؟ اليهود طلعوا سمر دخلوا بيض. ما تجيش، انت ممكن تبقى أبيض وبعدين تسمر لو لأن الأسمر بيغلب. فهما كانوا سمر طلعوا ورجعوا بيض. ليه؟ لأن الأشكنيزة دول ولبسهم المختلف ده اتغير بعد ما كانوا بيلبسوا زي جلاليب زي زمان وكده، بيلبسوا لك البتاعة دي والشعر الدقن لو عارفين شكلهم بيحطوا زي الفراق اللبس الطويل ده، ورجعوا بقى من هنا. هم دول اللي قايدين العالم وأساس قيادتهم العالم مش قيادة. المسيح كان دايما ضدهم. مرة بس عايزين نشوف الآيات اللي قالها المسيح ازاي كان بيتكلم على الفريسيين والكهنة، ويل لكم وما عرفش ايه. تقري الإصحاح 23 من متى، إصحاح كله 8، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. ده 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 مليان. الإصحاح كله بيتكلم مسيح عمره ما كان صاحب معاهم. يقولوا يوحنا المعمدان ما كانش صاحب معاهم. إجوا هم طلعوا ليوحنا المعمدان في البرية عشان يتعمدوا أو يشوفوا هو بيعمل إيه. ده واحد راجل ساب الدنيا كلها وراح عاش في البرية، هم طلعوا وراه. والناس القدامى نعمل ايه؟ قال لهم الفاس وضعت عند اصل الشجره، كل شجره لا تصنع ثمرا جيدا تقطع. ما كانش طيب معاهم ولا المسيح. ليه؟ لان هم ليهم مظهر التقوى من خارج، ويقولوا انتوا شكل الابار القبور انه بيضى من الخارج لكن من الداخل كلها موت. فدول مسكوا العالم، مسكوا البنوك، مسكوا هوليوود، مسكوا كل القيادات اللي تجيب مال. And they're very clever. هما ما بيشتغلوش، مال بتاعهم يشتغل لهم. They're very clever. هما قاعدين وفلوسهم تشغل نفسها وتخدمهم. وعندهم برنامج كبير قوي. هو ايه البرنامج اللي جاي into the future؟ انه يبنوا هيكل بتاع سليمان تاني. طبعا ده مش سر. Yeah. سمعت عنه. سمعت عنه. ها؟ هيبنوا الهيكل تاني. هيكل سليمان. وهي هاي علامة من علامات نهاية العالم. اها منو يبني هيكل سليمان؟ اليهود. وين؟ اسرائيل. في ارض الله شلون يقولوها؟ ارض الله الموعوده هيك شيء. ايه ارض كنعان. يس كنعان. لانه داود حكاها. اهو الرسمه بتاعت الهيكل بتاعها. ايه قال له ما تشوف شنو المكان. ده الهيكل، شايفة القبة دي؟ قبة الصخر بتاعت الإسلام، الجهات اللي موجودة في أورشليم. ها الحتة الجهات المجامع دوت محدش يقدر يقرب منه، قبة الصخرة دي. ده البلان بتاعهم. الصورة دي مش هتلاقيها بس دي هتلاقيها. دي بقى اللي هي زكريا بطرس قال نعم. ده هنا هو الحتة بتاعت الإسلام، هتلاقي إسلاميك وينج اللي هو فيها الجامع بتاعهم اسمه جامع مش عارفة ايه. بعد كده الحته الثانيه جودايزم وينج اللي هو الجناح اللي فيه هما بيروحوا يخبطوا راسهم ويصلوا حائط المبكى. حائط المبكى. بعدين هيدوا وينج للمسيحيين والنيو ايج والهندوز والتويزم وبوديزم، كل واحد من اجناس العالم هياخدوا حته من الهيكل ده. ويسموه معبد سليمان؟ هيسموه اللي هما عايزين يسموه. بس هما مشكلتهم انه الحته بتاعت المسلمين دي واخده هنا، هو بقى دراسات وحاجات
قاعدين هاوسين ده اللي هو بالظبط عند قبة الصخرة ولا في حتة تانية، والمسلمين ماسكين فيه قوي، هم فاكرين الله هو اللي حاجز الحاجات دي كلها لما الوقت يتم، ومحضرين كل حاجة كل حاجة، وبيحطوا انجكشن تحت الأرض. فده اسمه ده ماسونيك، ماسونيك الماسونية، روسشالد، روسشالد تمبل اللي هو ده روسشالد، ده أغنى راجل في العالم ولا من أغنى أغنياء، اللي عنده ملوك البنوك بتاعة إنجلاند وما عرفش إيه. فكل ده معد لأن اليهود بقالهم مرة ما عرفش حد من اليهود بعت لي إيميل إيه، وأنا ما عرفش حاجة، كنت أعرف حاجة عنهم خالص يعني. أنا قلت له إيه، I just don't know how، إزاي شعب قعد 2000 سنة خطيته ما اتغفرتش ولا اتنقلت، إزاي عندكم الصبر ده؟ هما كل سنة كانوا يعملوا ذبيحة دموية في يوم الكفارة اسمه، يقوم رئيس الهاي بريست اللي هو ايه بالعربي، رئيس الكهنة، يخش جوه. اصل انا ما بوعش بالعربي من زمان فمعلش. طب انت مسخنة الدنيا ولا انا اللي حران؟ هي حتى مسخنة كمان. فرئيس الكهنة كان يخش مرة في السنة بطريقة معينة، يخش يقدم ذبيحة عن نفسه، وكان رئيس الكهنة يقوموا ايه رابطين في اللبس بتاعه حاجات شخلل كده صوت، اه حاجات عارفة ليه شخشيخ بتاعت العيال دي في اللبس بتاعه، علشان اذا دخل ورا قدس الأقداس ودخل جوه مرة واحدة في السنة بيخش يقدم ذبيحة جوه ويحطها على الارك اوف كوفيننت اللي هو تابوت العهد، علبة معمولة من ذهب خشب وفيها ملاكين موقفين، عارفين تابوت العهد، وجواه في ثلاث حاجات ويموت. ها واللي يدخل تابوت العهد ما حدش يقدر يقرب منه ولا حد يقدر يخش في القدس دوت حتة دي، بس يخش رئيس الكهنة مرة في السنة ويقدم دم عن نفسه وعن عن الشعب، وإذا ربنا قبل ذبيحته خلاص يطلع حي، إذا ربنا ما قبلش ذبيحته كان بيموت. فكانوا يسحبوه، كانوا رابطينه بحاجة، فالشخشيخ دي عشان يعرفوا إن هو إيه، وما الناحية التانية من الستارة سامعين إن هو لسه حي. بس هذا الترديشنال إلى هسه موجود؟ لا، ما عندهمش هيكل بقالهم 2000 ومن أيام بعد المسيح ب70 سنة الهيكل بتاعهم، زي ما هو قال مش هتوجد صخرة حجر على حجر، المسيح قال كده. قام يبكي عليا على أورشليم. اه يا أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة حاولت أن أجمع دجاجة، شفت الحلوة دي اللي عارفة الآيات، لكني ما قدرتش، يترك لكم بيتكم خرب. 70 سنة بعد المسيح ما مات اتهد الهيكل، والمسيح قال حجر على حجر مش هيقعد، لكن هم عندهم حيطة، عارفين الحيطة بتاعت المبكة دي اللي بيروحوا يعيطوا ويعملوا ويحطوا البتاع ده، it has nothing to do بانه انها من الهيكل، هم عايزين يلاقوا حاجة يعني انها دي هيكل. لما تقري الهيستوري بتاعتها اتعملت كنايس، اتعمل معابد ما عرفش جوبيتر ومش عارفة ايه، ملهاش دعوة بالهيكل. ايه اللي يأكد لنا ان الكلام ملهاش دعوة بالهيكل؟ ان المسيح قال ان حجر على حجر مش هيقعد، فكلامه اصح من اي حاجة تانية. وقف بك يعني حكينا على مجيئه. ها حكينا على مجيئه، ما احنا بنحكي على مجيئه، ما احنا بنحكي على ايه. اوكي. فالاسباط دي هي، لما تيجي تقري تسمعي الكريستيان تلفزيون بتاع الامريكان وما اعرفش ايه، الديسندنت بتوع ابراهيم هم الامريكان والبريتش بيبل وما اعرفش ايه والسود، وكل واحد عمال يدعي هذا. لكن انا لو اقرا لك كميه الايات اللي موجوده بيتكلم على انهم هيرجعوا تاني من مصر، من أشور، من كوش، فدول هم الولاد ربنا اللي هم أصل ولاد إبراهيم في النسل، في النسل بتاعهم اللي اتبعتروا في الأرض. And they're coming back. لو أنا سألتك دلوقتي فين أكتر بلاد في العالم كله بتضطهد؟ العراق. وإيه؟ مصر. سوريا. وإيه؟ ليبيا. في حد ثالث؟ ليبيا؟ لا. No. لا لا لا. مصر، سوريا، لبنان هسه شوية. لبنان. لما تقري في النبوات هم دول الأساس الثلاثة اللي هم انتشروا وراحوا في العالم، تقري النبوة الموجودة في آخر إصحاح في 19 من دي النبوة اللي هي بتتم في أيام الإصحاح 19 من دي عن مصر، كل الإصحاح ده
توهتكم؟ لا 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 أنا صح بس تسألني زين وهو عظيمة كل الإصحاح ده بتكلم على مصر أكثر من هذول كلمة عظيمة يا سوزي خدي وحدي كم واحدة من بصي بيقول إيه اقري كده واحدة فيك تقرا في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور ويعبد المصريون مع الآشوريين في ذاك اليوم يدفع إسرائيل ثلثا لمصر ولآشور بركة في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعب مصر وعمل يدي آشور ميراث إسرائيل النبوة دي بتحصل في أيامنا دي دلوقتي كيف؟ لغاية الأسبوع اللي فات قبل ما أسمع الفيديو اللي دهوني جوزي دوت موجود بقاله سنين بيشتغلوا في الحاجة دي عايزين يعملوا حاجة اسمها الولايات المتحدة الإبراهيمية الولايات المتحدة الإبراهيمية ما حدش فينا سمع عن الكلام ده and it's going under يعني from years الكلام ده شغال هيعملوا كل المنطقة دي من العراق لسوريا المعرفش كل الأماكن اللي مشي فيها إبراهيم هو مشي من أور الكلدانيين لمعرفش إيه وراح لمصر ورجع ومسلمين بيقولوا ان هو راح للسعودية هو طبعا ما راحش للسعودية ده كلام فاضي بتاعهم لكنه كل المنطقة دي عايزين يدوهم باسبور واحد وجنسية واحدة وايدنتيتي واحدة ودين واحد تقول كلهم بيقعدوا مع بعض عشان عملوا ديانة واحدة يتفقوا فيها ثلاث أديان بيكوز لما انت تفحصي مسيحيين ولاد إبراهيم مسلمين ولاد إبراهيم واليهود ولاد إبراهيم فسموها ايه الإبراهيمية وكل الحتة دي هي تجمعون كلهم مع بعض ويخلوهم يعبدوا مع بعض اللي هو one world religion هو المصير اللي جاي في الأيام الأخيرة إيه one world religion دين ديانة واحدة one world currency ما فيش فلوس عملات كله هيبقى عنده عملة واحدة one world government حكومة عالمية هتحكم العالم كله فاللي حصل في الكورونا ده what is not the virus ولا أي حاجة ده هم عايزين يشوفوا ازاي هاوي جانا اوبي ذم ازاي العالم كله هيخضع للوان وورد جوفرمنت دوت او الحكومة الدولية ويبتدوا يحطوا بقى بلان يرجعوا يخوفوهم ويقعدوا يلعبوا بيهم كل شوية كده هوت لغاية ما يخضعوهم مية مية الناس كلها لازم تخضع وبعدين كلنا عارفين بقى المارك اوف ذا بيست سمعتوا عنها اللي هي علامة الوحش في الاشياء علامة الوحش علامة الوحش مش شرط الشريحة هو نوزة تبقى ازاي لا مش هي الشريحة هتبقى حاجة تانية لكنه في الإصحاح الثلاثاشر من سفر الرؤية 13 ده رقم وحش هتفتكري بيتكلم على الوحش الوحش ده بقى هي وحشين وحش طالع من الأرض وحش طالع من البحر وحش طالع الأول من البحر ده وحش ديني is a religious personality موجود بال فلوس مال بريورو قص حكاها أتكلم بالأخبار بالفلوس مال يورو الوحش فهو شخصية دينية وبعدين هيساعد شخصية سياسية هتسود وتعمل رولينج أوفر ذا هول وورلد فلازم يكون شخصية دينية جامدة مؤثرة طبعا مين اكتر ناس مؤثر هيكون يا المسلمين عددهم كبير يا الكاثوليك الكاثوليك هم البابا بتاعهم ماسك اكبر عدد ناس النبوات مش ماشيه مع ان الاسلام بيحاولوا انه يعملوا خليفات وما اعرفش ايه ويكون هو الداعيه الديني اللي هيمسك البوزيشن دي but I don't think ان الاوروبيان نيشنز هياخدوا كلام واحد خليفات وكلام ده لكنه الديانه اللي داخله جديده اللي احنا ما سمعناش حتى عنها اللي اسمه ايه ده هو الراجل بتاع امريكا ده ترامب وجوز بنته معرفش ايه بيحضروا في الكلام ده بقالهم كتير واحنا ما عندناش اي فكره لكن كل الناس دي ولا يعني مش حاجه بس حاصله مع فلسطين ومع اسرائيل عشان يتحدوا او يتصالحوا عشان كل الهدف هو بنا الهيكل دوت دول شعب قعد 2000 سنه ما تقدمش ذبيحه ولا غفره الله بيجي كل سنه ونغطي على الخطايا دي ما عندهمش دم المسيح خطاياهم بتتغطى كل سنة بدم الذبيحة هي بتتقدم على طريقة موسى ما حصلتش كل الوقت ده فهم they tried بكل طريقة حيلة وغير حيلة ان هم مين بقى اللي اتحد معاهم دلوقتي بلد العرب دي اسمها ايه الامارات عملت مصر عاملة معاهدات من 79
من ايام السادات وما اعرفش ايه مع، والاردن برضو عامله معاهدات مع اسرائيل، لكن هينضفوا هيحصل معاهدات. بيتكلم عنها في سفر دانيال 9، بيتكلم ان الشعوب كلها هتيجوا يعملوا اتحاد مع بعضهم. دول السبع سنين اللي هي الضيقة العظيمة تتقسم لثلاث سنين ونص وثلاث سنين ونص، هيبنوا هما الهيكل وولاد ربنا هيكونوا مشوا قبل كده. يعني وين يكونوا مشوا؟ يعني يموتوا؟ لا لا، مش احنا بنقول فيها ان الرب يجي في لحظة على طرف بطرفة عين ولاد ربنا هيتخطفوا، الاموات هيقوموا اولا. بس احنا هنشوف مبتدأ الاوجاع لما المسيح بيتكلم في سفر 24 من متى، وفي الاناجيل الثانية بيتكلم على حاجات مماثلة. اللي هيحصل في الوقت ده انه المسيح هيجي، البوك الاخير هيضرب، والاموات اولا هيقوموا، والناس الموجودين الاحياء. بس هنشوف مبتدأ الاوجاع، يعني هنشوف الحروب واخبار حروب والاوبئة والكلام. ولما يقول اوبئة اتنظم مين الكورونا بس، اتنين في حاجات تانية كمان ده بالجامعة، فما نخافش. كل اللي احنا نعمله ان احنا نكون متأكدين انا النهاردة لو مشيت هروح فين. عندك رد على السؤال ده؟ لو النهاردة المسيح جه او لو انا حصل لي اي حاجة هروح فين النهاردة؟ مع يسوع. بس انتي تتصورين انه يسوع يخلي المؤمنين يروحون؟ هياخدهم على السحاب. افتهم ده افتهم. لما يروحوا على السحاب هيجي سبع سنين. بس تقريب فتشي بالعربي. رهنا رسك يوقف. هسه اسرائيل تعرف ايه تسوي؟ مسكت سوريا والاردن والعراق ومصر. تريد هي تصيد. هي انا مكتوبة عندي. طب ما احنا ده اللي بالظبط بنقوله يا ماما. هو ده بالظبط اللي احنا بنقوله. هي قلنا الشكل. هي كانت قلنا الشكل. ايه صح، مثل ما حكيت تمام. مش بس انا حكيت اهي، هي النبوة هنا. هو ده بقى السكة اللي هي هتكون من مصر الى اشور. مفيش هاي واي موجود من مصر لاشور تلت داي. هيجي عندنا النبوات اللي هي بتقول ان نهر النيل من حاجة وعشرين سنة لما طلعت برا مصر كنت بتكلم عن النبوة بتاع 19 ازايا دي انها تخص بلدي. انا نفر سين ان نهر النيل هيجف. النهارده نهر النيل مسكينه من اثيوبيا هيجف فوق، ونفس الحكايه في نهر الفرات من النيل للفرات. دي الارض بتاعت الموعد اللي الله وعد بيها ابراهيم. لما تيجي تبصي على الفلاج او العلم بتاع اسرائيل، عنده عارفه علم اسرائيل؟ عنده خطين زر، واحد فوق واحد تحت، وبعدين النجمه السداسيه دي بالازرق. عندكم فكره عنه؟ من ايه الخط اللي فوق والخط تحت؟ من النيل، من الفرات للنيل، من النيل للفرات. فهو ده في حياتهم وفي فكرهم، وده الديانة بتاعتهم وهي ديانتنا. فهو يشودن متغاظين منهم بيقول إله إسرائيل هو إلهنا. إحنا وإحنا مش عارفين تهنا في الأراضي، لكن إن إحنا أولاد إبراهيم الأصليين لما جت الدعوة بعد كده من خلال الرسل حبينا الرب فقبلناه وبقينا مسيحيين. لو إحنا أولاد ظلمة أو مش أولاد، أولاد إبراهيم دول هم المختارين لأنهم يعني عرفش الكلام ده صعب ولا لا. الله ما عملش عهد مع الامم يسموهم هم الامم، عمل بس مع ابراهيم العهد مع ابراهيم ان من نسلك هيبارك كل الارض ومن نسله هي. فنسل ابراهيم هم كل الولاد اللي هيقبلوا ربنا in a way or another. فاحنا لما جت البشارة بعد كده واحنا كنا بقى دخلنا في المصريين في الوثنية بتاعتنا والعراقيين في الوثنية وكل بلد كل ناس من الولاد انتشروا في الارض وضاعوا مش عارفين اصولهم ايه، وما بقى بيقعدوا يقلفوا راحوا لانجلترا وراحوا. وهما لو تشوفي العالم اللي هما عاملينه والحاجات اللي عاملينها في روما، ام سوري انتو كاثوليك، بس البابا بتاع الكاثوليك هو اكتر واحد داعي ماشي في العالم كله عمال يصالح دول ودول ودول عشان يحط الناس كلها في البرنامج ده. صالح اليهود بيصالح المسيحيين بيصالح، هو بيجمع بينهم وماشي في السكة دي. فهو ممكن يكون قوي الداعية الديني اللي بيحضر للديانة الجديدة دي. فعايزينه أو مش عايزين ده بيحصل. يعني هاي الديانة الجديدة ما لها علاقة بيسوع؟ لا، كل الثلاث ديانات هيجتمعوا مع بعض وشوفوا ايه الكومن بينهم. يعني
يقول لك انا انافه ان انا ابقى كويس وما اذيش حد وما اكرهش حد وكلنا بنعبد ربنا. المشكله الوحيده في الديانات دي على مدى هذا الحكي. ايه ده دقيقه بس لا عم اقول انه مين عم يجمع الديانات هيك؟ مين عم يجمع الديانات هيك؟ الجوفرمنت الجلوبال جوفرمنت الاسلام واليهود. لا الاسلام واليهود والمسيحيين ما عندهمش مشكله مع حد، عايزين يكون وان وورد ريليجن. الهيكل اللي انتوا شايفين دوت كل واحد يجي يعبد في الجناح بتاعه. هي المشكله في حد واحد، هي ايه؟ المسيح هو المشكله. طلعي المسيح بره الايكويجن كلنا نبقى ام جود. كلهم ذا بريتش، اسالي اي، انا ماليش دعوه ما عملش شر حقيقي. انت جود، ايه الجود اللي انت بتعمله؟ الديانه اللي ماشيه بتاعه الايام دي هي بتعمل ايه جود؟ عرفني ايه هو جود اللي انت بتعمله. ها، ما بتقتلش، ما بتسرقش، ما بتغيرش، ما بتحقدش، في ايه الجود اللي انت بتتكلم عنه؟ فتلاقي كل الناس بيتكلموا الكلام ده اللي هم نون ريليجيوس ولا بتاع. لكن ان الاسلام واليهوديه طبعا صعب، الاسلام الريزيستنس بتاعتهم شديده جدا، لكن قاعدين وبقالهم فتره بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا وبيحاولوا يعملوا واتس يونيفاينج ذم، ايه الحاجه المشتركه بينهم انه يعملوا الحاجه دي. بعد كده هيبقى عندهم منافع ماديه، فليه لا؟ ايه اللي يخليهم يقعدوا يتعذبوا؟ ده يهود ودي ارض ودي مش ارض. كل واحد معاه الجنسيه الابراهيميه دي كان بيس ليفنج حياه كويسه وشغل كويس، هيبقى منتشر. الموارد اللي هي بتاعه البلاد الاسلاميه اللي هي البترول وما اعرفش ايه، دي موارد. اسرائيل عندها تكنولوجي، ده مع ده، دي الاتفاقيات اللي بتحصل مع قلتي ايه؟ الامارات. الامارات والسعوديه تحصل في الايام اللي جايه. نوقف على كده؟ نوقف؟ لا اوكي كملي. المهم يجي يسوع ياخذ شعبه بعد ما ياخذ المستعدين. المستعدين؟ لان معظم شعبه مش مستعدين. هي دي المشكله. هذا صح. معظم شعب ربنا مش مستعدين. يعني انت ما تعرفيها؟ مو انت تحكي علي؟ اسمعي انا كده اسالها. يعني اللي ما مستعد ما عنده ايمان. بس اللي ما مسوي غلط وما مأدي حدا، وهي دي الديانة العامة. الكتاب المقدس بيقول لك حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك وقريبك كنفسك. ده يسوع قال هي دي الوصية الأولى. بيقول لهم إيه؟ إن الوصية تحطها قدام عينك، الكتاب التوراة يعني كلمة الله الإنجيل بتاعنا قدام عينك، تلهك فيها نهار وليل وأنت ماشي تحكيها لأولادك. مين فينا بيقرأ الكتاب المقدس؟ وبيقرأ قد إيه؟ فانا فاكر ان انا بروح الكنيسه وبروح اتناول وكل ده حلو، لكن هو ده معرفه ربنا في كده؟ نوت ريلي. كنايسه هي قفلت. لو كانت الكنايس ماشيه صح كنايس ما كانتش قفلت. مش عارفه فين في افريقيا بلد الرئيس بتاعها ما قفلش الكنايس. دي المكان الوحيد اللي فيه تعزيه او جوامع، يعني ساب ديار الدين مفتوحه. مش فاكره كانت البلد اسمها ايه. الناس تعبانه وما اعرفش ايه، ده المكان الوحيد اللي فيه هم هيجوا راحه او سلوى. قفلوا لهم نو. فلو الكتاب المقدس بيعلمنا ان الله هيجيب جادجمنت او الدينونه الاول في بيت الله، فاحنا فتره لينا هنا دلوقتي نفحص في كنايسنا ار وي دوينج ذا رايت ثينج. هل احنا فعلا مؤمنين منتظرين الرب؟ الكتاب بيحكي لنا في العشر عذاره في متى 24 والعشر عذارى، خمسه جاهلات وخمسه حكيمات. الجاهلات كان معاهم الزيت وكان معاهم مصابيح، يعني مصباح اللي هو كلمه الله، معاهم النور، الزيت اللي هو الروح القدس، وعذارى يعني مهيئين قلوبهم لربنا، يعني دول ناس مش وحشين صح؟ ومع ذلك اغلق الباب ما دخلوش. ومش هزار اللي ما عندوش اشو، يعني انا دلوقتي لو انت بتحبي ايه؟ ايه الحاجه اللي تحبي تعمليها حبوبه انت؟ تحبي ايه؟ ماني. قولي حاجه بتحبيها قوي او حاجه ما بتحبيهاش قوي. احبها ما اعرف اشوف انظف. تحبي تنظفي؟ اي احب انظف. بجيب من عندي من الجوار. وايه اللي ما بتحبيش تعمليه؟ حاجه ما بتحبيهاش ابدا يعني. اي حاجه جست ناخده مثل يعني. قولي فتشيه يعني مثلا. ما احب وحده كذابه. ايه لا ما بتحبيش وحده كذابه. وحده تسوي مشاكل.
اجيبك واقعدك مع واحده بتاعت مشاكل تبقى ايه بقى جحيم. اللي احنا بنعمله في الارض اكزاكتلي هو اللي هنعمله هناك. انا بحب الرياضه وقال الرياضه رياضه ما هياش المسيح. انا بحب اطبخ الطبيخ مش هو المسيح. فكل الحاجات اللي احنا بنحبها المسيح قال ان احب احد ابا او اما او اخا او اختا اكتر مني لا يستحقني. قالها ثلاث مرات. هل هو فعلا كل قلبك محبه الرب من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قوتك؟ لو لا خاف عن نفسك، لان انت ممكن تكون انت مش دريان من العذارى الجاهلات. لما جه المسيح ما كانوش يقول ايه ان كلهم لما اتاخر العيس كلهم نعسنا، يعني كل اولاد ربنا هينام كلهم. يعني مثلا اذا احنا بنشتغل ونعطي جهد ونحب الشغل ونكون بالشغل اكثر من نقرا انجيل ونتعرف على ربنا. لا الشغل بتاعك ده يمجد ربنا. لو انت بتشتغلي في المطبخ وبتطبخي وقلبك معاه تفتكري دوت حاجه فاصله؟ لا، انت قلبك معاه في كل اللي بتعمليه، بتخدمي كاستمر، بتخدمي المسيح فيه. بتعملي تنظفي تواليتات، بتنظفي تواليتات وانت في الرب. مفيش اي حاجه بتعمليها وانت مش فيه. لو فصلتي حياتك مع الرب مع حياتك اللي هي اللي انت عايشاه، بيبقى قلبك انا عايزه اخلص خلص عشان اروح اقعد مع الله واقعد مع كلمته او اقعد. القلب هو كل الفكر. لكنك انت ممكن تكوني بتروحي الكنيسه كل يوم وممكن بتعملي معرفش ايه وايه، والمسيح كان بيقول لهم ايه؟ انه انا اقيم او من حجاره اولاد لابراهيم. ما كانش راضي عن عبادتهم الخارجيه بس. فكل واحد فينا لو انا ما بحبش الرب ازاي هقدر اقعد معاه في الابديه؟ لو انا بروح يعني بحضر بقرا كلمته بالغصب عليا ازاي هقدر اقضي حياه ابديه معاه؟ حاجه تزهق. لو انت ما بتحبيش الكوره، انا ما بحبش الكوره، جوزي بيحبها. لو الابديه كوره هبقى سعيده؟ نو اي وونت، مش بحبها. فاللي انت بتحبيه في الارض، اللي انت بتتمتعي بيه في الارض، اللي مالي حياتك النهارده، هو اللي هيملى حياتك في الحياه الابديه. فالكنيسه اللي قاعده بيقول لك انه نعسنا جميعا ونمنا، كلهم ناموا، دول ودول كلنا نايمين. لكن اولاد ابراهيم عندهم حاجه جواهم. اليهود بيقولوا عن نفسهم انه هم اجوا من ربنا، the soul of a Jew، نفس يعني انا قريتها طبعا بس عجبتني. طبعا انا ما اعرفش حد يهودي، انا كله حاجات قريتها. يقول لك ان احنا انفصلنا من الله، فهم مش حاسبين ان هم ناس عاديين ويلا نرجع لربنا ولا لا. هو حاجه كانت في قلبه دايما عايز يبقى معاه، قلبه دايما عايز يتصل بيه. كل ما الفتره تبعد انه مش قاعد مع ربنا، كل ما هو عنده انريست لان مش متصل بالاله هو منه. عارفه ازاي؟ زي انت اولادك مثلا ورحتي الشغل وطولتي شويه عليهم، هم حته منك وعايز يرجع يلتصق بيكي لانك انت هو منك وانت منه. فالسول اوف جو هم اساسا يعني اولاد ربنا الاصليين. سول اوف جو اليهود، روح النفس اليهودي. هم بيقولوا عن نفسهم كده، انا بليز هم بيقولوا الكلمه دي صح. لكنه اليهود اللي هم يهود، يعني في يهود كتير مش راضيين عن البرنامج اللي عاملينه اليهود الذين ليس هم يهود، البرنامج السياسي والبرنامج الديني والبرنامج اللي هم ماشيين فيه. ففي بعد المسيح ما يجي ياخدنا 7 سنين، هتيجي على الارض 7 سنين من الدقه العظيمه، هيقعدوا يعملوا اتفاقيه ما بين العرب واليهود. هنقراها الكلام ده في دانيال 9، متكلم عنها بالتفصيل. بعد 3 سنين ونص اليهود هيكسروا المعاهده دي مع ما اسمه الانتا كرايست او ضد المسيح. هو شخصيه سياسيه هتبقى ماليه يعني ليها سلطان على معظم الارض، يخش ينهب الخير بتاع مصر وهيعمل هيبهدل معظم العالم، وهيكون مولى قاسي فيري فيري اوفول يعني. وبعد كده هيجي يقعد على الهيكل اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هيتبني ويعلن نفسه اله. هنا اليهود هيقولوا له نو يور نوت. وهتبتدي بقى الفتره الثانيه من 3 سنين ونص من الدقه العظيمه اللي فيها بقى هتحصل كوارث كونيه وما اعرفش ايه والدنيا تتبهدل. اتكلم عنها سفر الرؤيا من اصحاح الرابع لغايه اصحاح 18، بيتكلم على البلاوي اللي هتحصل على الارض. ولاد ربنا المفروض ما يكونوش هنا. اي واحد كان ابن ربنا نص نص غالبا مش هيكون له رجاء، لان الـ 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 الحاجه اللي هيديها الانتا كرايست دوت اللي هو مارك اوف ذا بيست، هيدي علامه على الجبين
أو علامة على الإيد اليمين. سن هاي الصورة دي تحكي إن علامة هاي إحنا رح نأخذها. لا إحنا مش هناخد، إحنا مش هنبقى هنا. هاخدك معايا فوق. أوكي، so اللي رح يأخذها is compulsory لو إنه هو. مش ما مش هيكون compulsory. مش هيكون compulsory ليه؟ لأنه هو هيعبد، هيبقى فيها عبادة للأنتكريست دوت. هيعبدوه. هياخد بنفت منه جامد قوي الناس لدرجة ان هم هيقدموا له ولا يعني دول الناس اللي هياخدوا كل الفوائد. هي غالبا حاجة لما يجي المسيح ماكو ما تنقلب الدنيا وتصير قيامة. ده بعدين، ده بقى المجيء اللي هو ان هو هيجي يملك على الارض لما لما تتدمر بقى ما اسمها معركة أرمجدون. المرة الاولا الاختطاف دوت المسيح هيجي على السحاب. ما فيش حد اتكلم عنها غير بولس الرسول في تسالونيكي نقدر نقراها مره ثانيه. هو بس اللي قال عند البوك الاخير الاموات هيقوموا اولا والاحياء في الرب، هيتخطفوا في لحظه في طرفه عين ويكونوا مع المسيح في السماء 7 سنين في السماء بس، وهنرجع بجسد نوراني زي جسد المسيح لما قام من القيامه. يعني المسيح كان بيخش والابواب مغلقه لكنه كان بياكل، كان عنده قال له تعالى امسكني العظم ولحم، مش هيبقى حاجه يعني خيال ولا كده، حاجه حقيقيه. ولاد المسيح لما هيجوا معاه هيملكوا لمده 1000 سنه في الارض، وبعد ال1000 سنه هتيجي الشيطان هيتربط 1000 سنه. نقعد نحكي على الكلام ده مره ثانيه، بس احنا خلينا في الحته دي انه هيكون في 7 سنين من الضيقه. بعد ال7 سنين كل الامم دي هتيجي على اورشليم وتحاول اورشليم هتتضرب، اسمها المعركة الأخيرة اللي هي معركة أرمجدون. في اليوم دوت، في اليوم ده إسرائيل هترجع كلها أزنيشن. ال7 سنين العذاب اللي على الأرض عشان اليهود اللي هما ما قبلوش المخلص. أما أولاد إبراهيم اللي هما مش عارفين، يعني أنت مش عارفة حتى أنك أنت حصل كده لجدادك، لكن لما أنا ابتديت أعرف ده وكل الناس بيجوا يدوني الميديكير بتاعهم وأقرأ أقول له اسم المعنى بتاعه إيه، يقول لي كذا، أقول أوه ماي جاد اللي موشا وال شليمان واللي مع الاسامي دي مش هزار، واللي ما اعرفش ايه. طبعا انتوا تعرفوا الكلام ده، انا اصلا ما كنتش اعرف ان موشا يعني مسيح، يعني مش عارفه. لكن لما ابتديت ادقق شويه قلت شوف كلام الكتاب ازاي كله بيقول لك ايه، الى هذا اليوم دول بقوا ديبورتد وراحوا هناك ودول اجوا. هم حتى مش عارفين. الاسلام خرب دماغتنا لدرجه ان الواحد يجي يقول لي انا عربي. انت عربي منين يا جدع؟ واحد لبناني يعني يقول لي انا انت مش عربي، انت مش عربي، انا فرعونيه، انتوا اشوريين، ما اعرفش بقى اصولكم ايه، ها كلدانيين بابليين، هم دول اوحش حته بتوع بابل. لكنه الرب قال ايه؟ اخرج منها يا شعبي، طلعهم. بابل اصل هي كل الشر من ساعه ما اتبنت بابل القديمه. احنا نقف هنا على كده النهارده، انا هوب ان انا ما فزعتكمش قوي. ان انا ها